رح نفوت بأولى فقراتنا نعم لليوم ليسا، ومحطاتنا الصباحية سالي، أولى محطاتنا خلال شهر رمضان المبارك، محطة مميزة مع الموسيقى والطابع الموسيقي يلي ما بياخذنا له إلا المايسترو، وبعد التحية دائما لعازف الكمان الأول وأعضاء الفرقة السيمفونية تبدأ الرحلة بعوالم النوتات الموسيقية سواء بدار الأوبرا أو خارجها، ليكون بكل مناسبة له بصمة فنية خاصة إنسانية بتوصل لقلوب الناس مع المايسترو ميساك بكبودريان قائد الفرقة السيمفونية الوطنية السورية. يسعد صباحك ورمضان كريم. صباح الخير ورمضان كريم لكم ولكل المشاهدين، إن شاء الله دائما بينعاد على بلدنا بالخير إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. صباح الخير مرة تانية لك مايسترو، إن شاء الله هيك الشهر الخير والبركة يعم على الجميع ويكون شهر خير وسلام. بداية محطات عديدة، يعني عام 2021 استقبلنا محطات عديدة ومميزة كانت للسيمفوني، سواء بحفلات أحيتوها ضمن دار الأوبرا أو خارجها رح نتحدث عنها، واللي كان آخر المؤتمر التحول الرقمي كان بقصر المؤتمرات، خطوة جميلة جدا كان إحيائه في أعياد آذار وأعياد أيضا اليتيم العالمي، كان في رحلة سياحية بدار الأوبرا. خلينا نتحدث عن كل هدول الشغلات الحلوة. أوكي، خلينا نبلش من آخر حفلة قدمناها مع الفرقة السيمفونية بقصر المؤتمرات. هي بادرة حلوة كانت إنه القائمين على المؤتمر التحول الرقمي يقدموا للوفود المشاركة والأعضاء المشاركين بالمؤتمر حفل افتتاح وحفل ختام له طابع ثقافي له طابع فني تراثي. فالافتتاح كان مع فرقة راقصة عم تقدم لوحات تراثية متنوعة، والاختتام كان مع الفرقة السيمفونية الوطنية السورية. هون كان التحدي شوي انه شو فينا نقدم للضيوف، وشفتهم في ضيوف من كذا دولة من العالم، فكانت الفكرة انه نقدم مقطوعات موسيقية من عدة دول، وبنفس الوقت نبرز بعض المواهب السورية، الشباب المحترفين اللي عم يشقوا طريقهم وعم بيقدروا يقدموا شيء كتير حلو. فكان معنا مغني الباريتون ميخائيل تادروس ومغنية السوبرانو رشا أبو شكر، فعملنا برنامج منوع، كان إيطالي نمساوي مقطوعات، كان عندنا برامز رقصة هنغارية مؤلف ألماني، والمغنيين كمان كل واحد منهم قدم مقطوعة، واحدة من أوبرا حلاق إشبيليا، ورشا غنت من أوبرا ترافياتا لافيردي المؤلف الإيطالي. فهي طريقة أنه نقدم باقة منوعة للضيوف، وبعدين شفت ردود الفعل للجمهور وللحاضرين، كانوا متفاجئين أول شيء من أنه بمؤتمر تحول رقمي يكون بالختام يكون في فرقة سيمفونية الوطنية، بس كمان كانوا مبسوطين بهذه المفاجأة الفنية الثقافية اللي كانت موجودة. جاي لك بالعديد من المؤتمرات يلي عم تصير، عم نشوف دائما انه عم يكون بحفل الافتتاح او بحفل الختام فرقنا السورية، دائما الفرقة السيمفونية الوطنية او الفرقة الوطنية الموسيقى العربية عم يكون لهم يعني بصمة خاصة، يمكن عم تعطي روح لأي مؤتمر ممكن يصير، ان كان مؤتمر ثقافي اجتماعي الكتروني او الى اخره من هاي المؤتمرات، عم يعطوا روح. اليوم فعلا وجود الموسيقى بكل تفاصيل حياتنا اليوميه قديش بتعطي هي الروحانيه لاي شيء عم نشتغله، او لحظه او فسحه لهيك نكون فعلا نهرب من الواقع والعمل الصعب. هلا هو الانسان وقت اكتشف الموسيقى اكتشف تاثيره، طبعا كان هو اول هدف هو هذا الجزء، هو تاثيره الروحاني تاثيره النفسي للموسيقى على الانسان بحياته. فضمن كل شيء عم نعيشه نحن من خاصه بالحياة المعاصرة، الحياة الحديثة اللي عم نعيشها مع التكنولوجيا، مع السرعة، مع الستريس اللي عم يتشكل جواتنا، فالموسيقى بتيجي للحظة هيك بنقول بوز للزمن، بنوقف كل شيء وبنعيش شيء مختلف بهالساعة أو الساعة ونص من الحفلة الموسيقية أو جلسة الاستماع أحيانا، ونقدر نقدم شيء مختلف للناس. حتى أحيانا بالنسبة لنا كموسيقيين بنحس تأثيرنا بالناس، هذا الشيء بيعطينا الطاقة والدافع لحتى نكمل، لانه كمان واحد ضروري يحس دوره بالمجتمع. صحيح. فسواء بالازمه وقت كنا نعمل حفلات موسيقيه، شوف رده فعل الجمهور او رده فعل الناس اللي عم تحضر الحفله، او اثناء المؤتمرات يلي الناس بتكون جايه بحث علمي وعم بيحكوا شغلات بالنسبه لهم مرهقه ذهنيا، وتيجي لحظه الموسيقى هيك بيرتاحوا نفسيا وبتنضاف لهم طاقه ايجابيه كمان، فبالتالي هي كمان بتاثر كثير. فمؤخرا هي الفكره اللي عم بتصير انه القائمين على المؤتمرات عم يستضيفوا فرق او عم بيحاولوا يقدموا وجه مختلف
لسوريا للضيوف اللي عم تيجي، فهي عم تعطي بصمة كثير مميزة للمؤتمرات اللي عم بتصير. فنحن كنا سعداء بوجودنا بهذا المؤتمر، مثل ما كنا موجودين بمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين كمان. صحيح. بالختام وعملنا لهم رحلة بالطائرة للدول اللي فيها لاجئين وكيف نجيب اللاجئين. فهي تعطي روح للمؤتمر وبتعطي كمان بصمة ثقافية مهمة للوفود اللي اجت تطلع على سوريا شو عم تشتغل، سوريا شو عندها مواهب الموجودة عندنا. هي كثير بصمة مهمة. أكيد. إضافة للجانب النفسي يلي حكينا عنه للموسيقى تأثيره على الضيوف اللي إجوا. أكيد. يمكن دائما أنتم كموسيقيين بهمكم الجمهور، تفاعل الجمهور، بس تشوفوا هذا التفاعل يمكن بيكون عندكم المسؤولية أكبر لتقديم لسه أكثر وأكثر شو ما كانت الظروف. حفل السيمفوني أو المايسترو غارو أفيسيان كان يمكن محطة حلوة لتبادل خبرات، ممكن نحن خبرات موسيقية أو نوتات هيك مختلفة ناخذ منه ونعطيه، وأيضا يمكن كانت محطة حلوة نحكي عنها شوي ونحكي عن هذا الموضوع يعني. هلا بس خليني اشرح فكرة للمشاهدين. تفضل. الأوركسترا دائما عندها النوتات الموسيقية للمقطوعة هي نفسها. مثل إذا نحن عندنا مجموعة من الممثلين عندهم النص نفس النص بس الأداء، ولكن كل مخرج بيجي بيعطي هوية للأداء. صحيح. يعطي هوية للمنتج اللي بده له بصمة كمان كثير مهمة. صح. فقائد الأوركسترا هو مثل المخرج. صحيح. فممكن نفس العمل يؤدي قائد أوركسترا مع أوركسترا معينة تختلف تماما النتيجة الصوتية أو هوية العمل إذا إجا قائد أوركسترا تاني يعمل مع نفس الأوركسترا، حسب ترجمته للنص، حسب رؤيته للنص، حسب هو كيف بده يعمل توازن الأصوات حتى مع بعض البعض. وهي خبرة كتير مهمة كمان للموسيقيين، يعني هم متعودين على تأدية عمل معين مع قائد أوركسترا، بيجي قائد أوركسترا تاني يسلط الضوء على تفاصيل تانية يمكن هم ما كانوا منتبهين لها. وبالتالي كل الفرق السيمفونية بالعالم عندهم هذا التقليد، استضافة قادة أوركسترا. أول شيء بتعمل ريفريش للفرقة، بتعطي وجهة نظر مختلفة للموسيقيين عن العمل، حتى للجمهور اللي متعود يسمع هذا العمل من قائد معين بيسمعه بشكل مختلف. حلو. وحتى يعني أحيانا بأوروبا ما بيسألوا شو البرنامج، بيسألوا مين الكوندكتر كمان. يعني ما بيكفي بس البرنامج إنه أوكي السيمفونية الخامسة لبيتهوفن، بس مين الكوندكتر؟ لأنه هو كل كوندكتر له بصمته، كله هويته، له شخصيته بيحطه بالعمل. فالمايسترو غارو أفيسيان كان مقدم إيميل لدار الأوبرا أنه هو حابب يجي لسوريا ويخلق جسر تعاون مع الموسيقيين السوريين، ودار الأوبرا إدارة دار الأوبرا طلبت أنه تواصل معه وندرس تفاصيل هذا التبادل عن كيف بدها تكون يعني. فبالتالي بلشت، أنا ما كنت بعرفه، لأنه تعرفنا على بعض على الإنترنت. حلو. ووصل لدمشق وقدم حفلة حلوة كتير مع الأوركسترا، وكانت مهمة للموسيقيين لأنه في بعض الأعمال عارفينها نحن قبل مع عدة قادة أوركسترا حتى. نعم. أنه يشوفوا وجهة نظر ويعملوا مثل أوكي في تفاصيل جديدة ما كنا شايفينه خلينا نشوفهم. فهي فرصة احتكاك وفرصة تبادل خبرات. وهو طلع بردة فعل إيجابية كتير من زيارته لدمشق، وكان دائما بحديثه عم بيحكي أنه أنا سعيد كتير بوجودي هون لأنه في شيء مختلف عندكم، يا في حياة موجودة بالبلد. لأنه كمان يلي عايش برا بيسمع أو بيشوف سوريا بشكل مختلف. صحيح. وقت إجا شاف كيف نحن عايشين كحالة ثقافية، حالة موسيقية بالمعهد العالي للموسيقى وبدار الأوبرا والنشاطات الموجودة، كان متفاجئ كثير. بالرغم من كل أزماتنا اللي عم نعيشها، نحن الثقافة عم بتضل عايشة وفي عطش للثقافة من الجمهور 100%. وهذا الشيء حتى حسيناه نحن مثلا مع فرقة سيمفونية وطرحنا على حمص، قديش في عطش للثقافة، قديش في عطش للموسيقى بمجتمعنا، ومجتمعنا قديش متعلق بالثقافة. صحيح. يعني صراحة بنشوف وكلياتنا، يعني أنا مثلا كجمهور فيني أقول عن نفسي وقت بيكون في أي حفلة وبدنا بطاقات بدار الأوبرا، دائما بيكون في طوابير العالم واقفة لحتى تاخذ البطاقات، وكل الأشخاص يعني عندهم هذا رغبة بالحضور وسعادة، وأيضا تفاعل أثناء الحفلات، يعني بيكون تفاعل كتير كبير وموجود من كل الحضور. رح نحكي عن حفلة أجيال ب 2020
كان هي مع اطفال من معهد سلح الوادي، هن عازفين، شاركوكم بحفل. هلا رح نتابع شوي مقاطع منها ونرجع نحكي عن هي الحفله المميزه كثير. أنا شفنا مقاطع من هي الحفلة مايسترو، فخلينا هيك نعرف عنها أكثر وعن هذا التعاون اللي صار بيناتكم. أنا بصراحة سعيد إنه عم بتسلطوا الضوء على الحفلة هاي. هلا نحن كفرقة سيمفونية وطنية سورية دائما عندنا عدة واجبات ثقافية إنسانية اجتماعية لازم نقوم فيها. فواحدة من الحفل، واحدة من الواجبات أو الخطة اللي عندنا إياها هي حفلة اسمها أجيال بنسميها. حلو. إنه نجمع موسيقيين مخضرمين مع موسيقيين شباب جدد عم بيعملوا تجربتهم الاولى على المسرح مثلا او تجاربهم الاولى على المسرح. فقبل هيك عملنا مع جورجوس عبد الله عازف كلارينيت سوري والاستاذ البيانو عازف البيانو الكبير غزوان زركلي. التجربه الثانيه كانت مع استاذ طارق حاتم عازف الفلوت الاول، هو موسيقي من صنف من الصنف الاول، واضافه ل مرقوا طفلين هن شابين واعدين من قيس الصفدي من معهد صلح الوادي بدمشق وديع نحال من معهد محمود العجام باللادية. هدول الشابين شاركوا بمسابقة صلح الوادي للبيانو عام 2019 وكل واحد بمجموعته حصل على الجائزة الأولى. فكانت الفكرة أنه نجمع الاثنين بعمل لآلتين بيانو ويتقدم لأول مرة بسوريا هيك عمل على المسرح مع الفرقة السيمفونية الوطنية. هي حلو. كمان ضمن جوائز المسابقة. حلو. فكان التعاون بين دار الأساد الفرقة السيمفونية الوطنية مديرة المعهد مع أساتذتهم لحتى نقدم هذا العمل. طبعا بالنسبة لحالة الطفل وقت بيطلع على المسرح
وبيقدم حفلته مع الفرقه، هي الحفله رح تضل بذاكرته كل حياته. اكيد. فهي لحظه كثير مميزه. صح. احيانا بيقولوا مثلا بيحكوا عن العرس انه هي لحظه مميزه بحياه الشخص. كان احنا كموسيقيين الحفله الاولى كمنفرد هي بتضل بذاكرتنا كانه حفله العرس تبعنا. فبالتالي هي كانت يوم مميز بالنسبه لهم، يوم كثير مهم انه يكون لهم فرصه يطلعوا على المسرح، يعزفوا مع بعض، يتعودوا يسمعوا بعض، وكمان هي التجربه تنقل عن طريق الفيديو. صحيح. كانت منقوله على الهواء كمان لحتى العالم يشوفوا الخبره تبعهم يعني. صحيح. او التجربه تبعهم. وهم مايسترو بيكونوا يعني كسروا الحاجز الرهبه بينهم وبين الجمهور. خلينا نحكي مايسترو، ايضا كان لك حضور مميز بسيريان جوت تالنت، تجربه مميزه كانت كوجود برامج وطنيه تعنى بالمواهب. هلا يمكن ما كثير، هلا نحن بنلاقي عالم حبيت وعالم شوي انتقدت لمجرد النقد غير البناء احيانا بيكون، ولكن مثل هيك تجربه هي جدا مهمه، فيا ريت نحكي عنها. هلا اول شيء هي تجربه غريبه كانت بالنسبه لي. هي التجربه وتنطرحت الفكره، انا كنت كثير متخوف من مشاركتي انه هل راح اقدر اكون يكون وجودي له بصمه بهذا البرنامج او لا. بصمة. او لا، بس بعدين شفت انه في خلقت شخصيه وخلقت هويه لوجودي بهذا البرنامج. طبعا اي برنامج بيكون له ناس بتحبه وناس عم تنتقد، والنقد مثل ما قلتي حضرتك في نقد بناء غير بناء، وفي نقد مجرد تجريح او لحتى بس نقول نحن جوانب السلبيه. هلا نحن من انا شخص من البرنامج كنت شايف الجوانب السلبية، كنت شايف أسبابها. ففي نعم. شغلات ممكن نحن بتخيل بالمرات القادمة إنه واحد يتداركها، وفي شغلات هي خارج سيطرة كانت حسب الظروف اللي عم نعيشها كمان نحن بسوريا. ولكن الشيء المهم بالنسبة لي كان إني أتعرف على مواهب من كل سوريا، إني أشوف الشباب شلون برغم من يعني نشوف نحن موهبة جاية من إدلب، موهبة جاية من رقة، ونشوف شاب من لاذقية عم بيعزف كمان وعم بيقدم بروح كثير عالية بيعشق للآلة. هدول التفاصيل رح يضلوا بذاكرتي كثير مهمين، لأنه أنه أطفالنا وشبابنا بالرغم من كل شيء عاشوه من الحرب لسه عندهم أمل بالحياة، لسه بدهم يقدموا شيء، لسه بدهم يقولوا للناس أنه نحن شوفونا عندنا مواهب. فبالتالي انبسطت بوجودي بالرغم من كل المشاكل اللي كانت عم تنحكى عنها، وخاصة المواهب يلي كنت عم شوف انه هدول عندهم قدرة يكملوا. صحيح. وكانت نصيحتي دائما انه يدرسوا. صحيح. يدرسوا اكاديميا، يتعمقوا بالاختصاص تبعهم، لانه في خامات تقدر هالخامات توصل لشيء كثير مهم يعني بمختلف الاعمار الموجودين، ولكن في خامات اذا انشغل عليهم بيصيروا النتائج كثير منيحه. يمكن نحن بلحظه من لحظاتنا نقول انه الظروف الاقتصاديه كمان بتلعب بهيك برامج عنا، انه ما يمكن تتقدم بالطريقه الامثل والافضل او مثل ما تقدم يمكن بخارج سوريا ببعض البلدان الاجنبيه او العربيه. وهذا الشيء يمكن اللي كان اكثر الاشخاص عم ينتقدوه، اللي هو الشكل العام للبرنامج بشكل عام. فعلا هو بحاجه الى يعني اموال كثير كبيره لا يطلع بهذا الشكل الصحيح. ولكن في سؤال كثير عم يدور انه يا ترى هي المواهب اللي عن جد نحن شفناها، في كثير عالم سمعت هي المواهب حبت مثل ما حضرتك قلت في عندها، يا ترى رح يتم رعايتها؟ يعني رح نشوف انه هي المواهب بعد فتره من الفترات رح يتم انه خرطها بفرق معينه بحفلات معينه، رح يتم الاهتمام فيها والاضاءه عليها بشكل اكبر؟ هلا الخطوه الاولى المهمه كان برايي تسليط الضوء عليهم ونعمل فيديوهات لهم صغيره برومو موجودين هلا على النت. فبالتالي بتخيل اذا في جهات حابه ترعى فصار في عندها داتا هلا انه في هالمواهب موجودين نحن ممكن نرعاهم، سواء مؤسسات تابعه للدوله، المؤسسات الثقافيه، المؤسسات التربويه، او حتى المؤسسات الخاصه اللي انا برايي لازم يكون لها دور مهم بالمجتمع برعايه المواهب هي. واضافه انه انا بحفل الختام شفت انه في شركه هي رح تقدم البوم للفائز الاول مثلا. حلو. تصوير فيديو كليب مع اغاني للفائز الثاني، هي كمان نعم. حاله مهمه انه يكون في عنا شركات انتاج هي ترعى المواهب وتقدم لهم فرص الظهور. انا بالنسبه لي الشيء المهم كثير دائما بقوله انه يكون في خطه للعمل، يعني احنا في عنا كثير مواهب
بنسلط الضوء عليهم، بس بعدين شو بنعمل فيهم؟ وين بيروحوا هدول؟ فهي المتابعه اهم من تسليط الضوء. صحيح. فبتمنى انه يكون في متابعه سواء من البرنامج، من القائمين على البرنامج، او حتى من المؤسسات الثقافيه يلي بيقدروا يدعموا المواهب هاي. نعم. ويقدموا لهم شيء اللي بيستاهلوه. يا رب يا رب. يعني مايسترو الموهبه السوريه هي موهبه حاضره مو بس بسوريا، بنشوفها، عم نشوف الموهبه السوريه هي بتتميز بكل العالم، كيف اذا كانت ببلدها او بموطنها. ان شاء الله يا رب رسالتك تكون وصلت عبر شاشه الاخباريه السوريه. بدنا نتشكر اليوم وجودك معنا، وبدنا نتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله يا رب شهر خير ولا بركه على الجميع. شكرا لكم وشكرا لكل المشاهدين، ومثل ما قلتي شهر خير وبركه تكون للكل. واذا بتريدوا انا تسمحوا لي وجه تحيه لكمان رمضان كريم لاعضاء الفرقه السيمفونيه الوطنيه، ولكل الكوادر اللي بتشتغل بدار الاساتذه الثقافه والفنون، المعهد العالي للموسيقى، يلي هن بالرغم من كل الظروف عم بيكونوا موجودين لحتى نعيش الحاله الثقافيه، نعيش الحاله هي الفنيه، الحاله الانسانيه، قدموا للمجتمع. شكرا كثير لك مايسترو، واكيد نحن بنضم صوتنا لصوتك وبنقول لهم رمضان كريم ويعطيكم الف عافيه. دائما نحن فخورين بموسيقينا السوريين اللي هن عم يمثلوا سوريا افضل واجمل تمثيل. شكرا كثير لك مايسترو. شكرا لكم. شكرا. اهلا.